في إطار زيارته الرسمية الأولى لولاية معسكر، أشرف سفير الهولندي روبرت فان بي على زيارة لمدينة السيغ من أجل افتتاح ووضع حيز الخدمة مشروع غرف التبريد لتخزين منتوج البطاطا بشراكة مع دولة هولندا، والذي سيتم من خلاله تسويق المنتوج بالغرب الجزائري. هذا وقد التقى سفير من خلال غرفة التجارة والصناعة وكذا الغرفة الفلاحية بالفاعلين الاقتصاديين وكذا المستثمرين الفلاحين لبحث سبل الشراكة بين فاعلي البلدين وكذا تبادل الخبرات والتكوين والمعارف فيما بينهم. غنية غنمية رصدت التالي. s'est rendu à SIC pour assister à l'inauguration d'un projet algéro-néerlandais, c'est-à-dire pour un projet de complexe frigorifique visant le stockage des pommes de terre susceptibles à être vendues à travers l'ouest de l'Algérie. J'ai profité de l'occasion de ma visite pour prospecter des possibilités pour une coopération économique et commerciale accrue.